السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في درس جديد في موقع الواق. معاكم ميم أحمد رأفت أبو بركال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الأسرار والكلام. آسف، السلايدرز والرسومات. المرة اللي فاتت طلبت منكم جميعا ان انتوا تعملوا لي حاجتين. اول حاجة تلت في بونشي، زي ما هو واضح قدامكم قلنا ان تلت في بونشي. بيعتمد على الرقم الجديد، بيبقى مجموع رقمين اللي فات، يعني واحد واحد مجموعهم اتنين، اتنين واحد مجموعهم تلاتة، تلاتة واتنين مجموعهم خمسة، خمسة وتلاتة مجموعهم تمانية، وهكذا. يعني ان بتساوي، اذا كان الرقم دوت ان وتوت ان ناقص واحد وتوت ان ناقص اتنين، ان بيساوي ان ناقص واحد زائد ان ناقص اتنين. ازاي نحقق الشرط دوت ماتلاب؟ وعملت لكم شيت عليه. فدلوقتي تعالوا نقوم نراجع مع بعض حل الشيت. اول حاجه لازم نعرف أول رقمين، أول رقمين احنا عاملين كود عادي مش كود عام، ان احنا نقول لليوزر اللي دخل أول رقمين هما الواحد والواحد. بعد كده هنبدأ تالت فور. التالت فور بتبدأ من كام؟ تبدأ من ان يساوي تلاتة. عادي ان انت تبدأ تالت الفور من اي رقم، مش هي مش قطعية ان انت مش قطعية مسلم بيها ان انت تبدأ من واحد. لا، ينفع تبدأ من تلاتة، ينفع تبدأ من اربعة، ينفع سيادة تكون باتنين، ينفع سيادة تكون بخمسة. الفور ليها اكتر، مش مفيش اي مشكلة عندنا ان احنا نعمل كده. الشكل واحد لكن السيادة مش بالضرورة تكون واحدة، مش البداية لازم تكون واحدة. ينفع تبدأ عكسي، ينفع تبدأ سالب واحد، تبدأ من كذا وتعمل كذا، لكن ينفع تبدأ حتى من صفر وسالب واحد وسالب اتنين، لكن دائما وأبدا دوت عدد صحيح موجب أكبر من الصفر. دوت مجموعهم عدد صحيح موجب أكبر من الصفر. لو احنا بدأنا بواحد دوت هيقول لي بصفر ودوت بسالب واحد، ومفيش عندنا قيمة في الام بصفر، فعندنا قيمة الام بتبدأ من الواحد. يعني بص، ادي الرن الطبيعي، اعمل لها رسمة ناقصة، نعمل الام هنا، ادي المصفوفة. لو احنا بدأنا من واحد زي ما كل الناس بتقوله عادي جدا، ده واحد ناقص واحد صفر، انت ما بتبدأش من الصفر، احنا بنبدأ من الواحد، فعادي انك تبدأ من اي رقم. بعدين حاولنا نعمل عند 15، وحاولت ان اجيب علاقة من الدرجة الستة ما بين الام والاكس، وعملت لي الرسمة دي. عايزين نشوف الرسمة الحقيقية، نشيل تولت ديت الرسمة الحقيقية، وديت الرسمة
والتعديل عليها، الاتنين منطبعين على بعض، فده معناه إن العلاقة من الدرجة السادسة. البوليفيت أوريها لكم إن شاء الله، لأن هتكون عليها الشيل المرة دي. نرجع لإيه؟ الكود التاني. بص، بس قبل ما نشرح الكود التاني، لأن ناس كتيرة لخبطت فيه ومعرفتش ليه مش شغال ومش عايز يشتغل، فاحنا هنشرح حاجة اسمها الفانكشنز، اليوزر ديفايند فانكشن او التوال من اعداد المستخدم. انا عارف ان الاستاذة مي دياب شرحته وشرح كويس، لكن انا هشرحه على سريع. فانكشن فرار شاين فرار اوت، فرار اوت، فرار شاين، خلاص ثبت فرار مي فرار شاين. يعني ايه الفرار فرار اوت والفرار شاين؟ فرارش ان، فرارش او التوت متغير الماتلاب مسكله عنده. مهمته ايه؟ مهمته انا مش عارف كام اوت هيطلع لي، او مش عارف اليوزر محدد كام اوت، فنقوم نقول لليوزر، فنقول لليوزر شوف انت كام اوت عايزه. والله لو انت طلبت اكتر من اوت هيطلع لك العدد اللي انت طلبته، لو طلبت اوت واحد هيطلع لك الاوت الواحد. طب احنا ازاي نعملها؟ نعملها بالفرارج اوت. اليوزر دخل اكتر من المتغير دوت اسمه الفرارك ان. مثلا بالفعل اهو ده دوت عادي. المسج بوكس، فاكرين المسج بوكس اللي احنا عملناها فرارج اوت وفرارج ان؟ في المسج بوكس قلنا في 5000 حاجه ينفع احطها في المسج بوكس. بنقول مسج بوكس مثلا الرساله، بعد كده العنوان، بعد كده الرمز، و و و. طب هينفع احط حاجة واحدة اللي هي الرسالة عادي، فعشان كده بنحط فرارش ان وبنعمل تلت اف فرارش ان اقل من. طب ايه فايدة ان احنا نعمل فرارش ان وفرارش اوت؟ قلناها. ايه فايدة بعد ما عملنا الفانكشن ازاي نستدعيها؟ زي ما هو ملاحظ هنا الفانكشن احنا عاملين استدعاء للفانكشن بودي فيت. ليه؟ لان هي موجوده في مكان حفظ الفانكشنز. تعالوا اوريكم كود من عندي، تلاقي كود حلو عنها. كل دولت زي ما انتم شايفين فانكشن. ازاي عرفت ان هي فانكشنز مش كود؟ تعالوا اوريكم. شايفين العنوان اي نيو فولتر؟ الرمز دوت معناه فانكشن، الرمز دوت معناه كود اصلي. شايفين دي اكس اف اوبن اهو، يبقى عشان نستدعي فانكشن يبقى لازم في نفس مكان الفولتر اللي فيه الفانكشن، او نعمل فانكشن بتستدعي فانكشن.
يعني يكون فانكشنين تحت بعض، بس ما اعتقدش ان هلاقيها هنا، مش هتلاقيها هنا. دوت الشيء اللي كنت عايز اتكلم عنه في خصوص الفانكشن. طب انا ليه اتكلمت عن الفانكشن؟ بسم الله. المرة اللي فاتت طلبت منكم نعمل حاجتين، نعمل ناخد بريك ونتكلم لاحقا.